بتاعتي هستعمل نص كيلو جمبري وسط يكون متقشر، نص كيلو جمبري وسط متقشر، حبتين فلفل اخضر مكعبات صغيره، قرنين فلفل حراق. الفلفل الايام دي مش حراق قوي، فعلشان كده انا بحط قرنين لان هو الايام دي بارد. بصله كبيره مفرومه، 3 معالق كزبره خضراء، 3 فصوص ثوم، حبتين طماطم مبشورين، معلقه صغيره صلصه، معلقه صغيره زعتر، نص معلقه بابريكا، كوبايه رز بسمتي، رغيفين عيش شامي مقلي متقطع مكعبات ومقلي، وبقدونس للزينه. الصوص بتاعي او صوص الزبادي هيبقى 3 فصوص ثوم، 3 علب زبادي، معلقه طحينه، عصير ليمونتين. هنقول بقى المقادير من تاني، نص كيلو جمبري وسط متقشر، حبتين فلفل اخضر مكعبات صغيره، قرنين فلفل حراق، بصله كبيره مفرومه، 3 معالق كزبره خضراء مفرومه طبعا، 3 فصوص ثوم، حبتين طماطم مبشورين، معلقه صغيره صلصه، معلقه صغيره زعتر، نص معلقه بابريكا، كوبايه رز بسمتي. الرز البسمتي انا بطبخه عادي، يعني زي ما بتطبخي الرز عادي يكون الرز البسمتي مطبوخ. رغيفين عيش شامي مقلي، بقدونس للزينه، والصوص بتاعي 3 فصوص ثوم، 3 علب زبادي، معلقه طحينه، وعصير ليمونتين. هنبتدي اول حاجه هعمل الزبادي بتاعي، الصوص بتاع الزبادي هعمله واحطه على جنب. ادي الزبادي مع معلقه الطحينه، الثوم والليمون وطبعا ملح. بقلبهم كويس وهسيبهم على جنب. بعد كده اهو هحطهم على الصلصه. الزبادي لازم اطلعه من الثلاجه قبل التقديم على الاقل نص ساعه، يعني ممكن اعمل خلطه على بعضها، الصوص كله على بعضه واحطه في الثلاجه، بس قبل التقديم بنص ساعه لازم اطلعه عشان ما يبقاش ساقع قوي. كده اهو هسيبه على جنب واجي استعمل اعمل بقى الخلطه بتاعه الجمبري نفسها. هحط البصل، بسم الله الرحمن الرحيم، البصل والفلفل الرومي. في ناس بتستعمل جمبري مقشر في الفته، بس هي اصلا ليرز وطبقات كتير، صعب قوي ان احنا نقعد ساعه الاكل ان احنا نقشر الجمبري، علشان كده انا بحب استعمله مقشر فيها، وبستعمل الوسط بيبقى معقول للكل يعني انهم يستعملوه. ده الفلفل الحراق، يبقى البصل، الثوم، والفلفل الحراق، والفلفل الرومي. ادي الثوم اخر حاجه. بياخدوا تشويحه على النار على ما يتشوحوا شويه. ادي الرز، بحط الرز البسمتي اول. ايه بصوا، في ناس بتحط العيش والصوص الاول بعد كده بتحط عليه الرز، وفي ناس بتحط الرز الاول وعليه العيش والصوص. انا بحب احط الرز تحت، هحط عليه العيش اللي احنا قليينه بزيت غميق. بغطي بيه الرز خالص كده اهو. هرجع بقى تاني للبصل. بصوا هما ياخدوا دقيقتين بس، وبعد كده هحط عليهم الجمبري. بسم الله. الجمبري ما بياخدش سوا كتير، لازم تاخدي بالك ان هو لما بيستوي كتير بيبقى عامل زي الكاوتش، فمجرد ان لونه يتغير ويبقى اورنج يبقى هو خلاص كده استوى معاكي. انا بشوحه تشويحه بسيطه، ابتدى لونه، بص اهو لسه هحط له الطماطم هيكمل سواه فيها، فعلشان كده مش هشوحه برده كتير علشان ما يجيش مع الطماطم يستوي زياده.
كده اهو، ده الزعتر بتاعي والبابريكا. البابريكا بتبقاش حراقه، البابريكا هو الفلفل الرومي اللي مجففينه وطحنينه، في منها بيبقى مدخن دي بتبقى احلى، وفي منها بتبقى عاديه. يبقى انا حطيت الزعتر والبابريكا، بصوا هو ابتدى يلف حوالين نفسه يبقى يدور، وابتدى لونه يتغير، ده معناه ان هو دخل في السوى. فانا هحط له بقى الطماطم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهحط معلقه صغيره صلصه، ملح وفلفل، الزعتر زي ما قلت قبل كده كذا مره مهم جدا جدا في الجمبري والسي فود، لان هو بيشلي اي زفوره منه، يعني الفلفل الاسود اوكي، بس برده الزعتر او الاوريجانو بيفرق كتير في ريحته. اخر حاجه نص كميه الكزبره الخضراء، ممكن كمان على فكره تحطي معلقه سكر في الخلطه دي، هتبقى حلوه قوي في الفته، يعني ممكن نزود معلقه سكر لو تحبي، هتدي طعم حلو قوي معاكي. بصي الجمبري ما بياخدش سوا خالص، كده هو استوى. هاجي بقى هعمل ايه، هاجي اخد شويه من الصوص بتاعي من غير الجمبري، احطه على العيش، اسقي بيه العيش، يبقى انا حطيت اول حاجه الرز، بعد كده العيش اللي احنا مقليينه، بعد كده باخد من الصوص اسقي العيش، كده اهو، بعد كده الزبادي في صورة خيوط كده، انا مش عايزة الزبادي يغطي كله، عايزة ايه يبقى العيش واضح، هو اللي انا مش مبيناه ومغطياه، بس الرز عايزه تبينيه اوكي، بس هو بيبقى كده شكلها احلى. بصوا شويه عيش باينه وشويه زبادي، بحيث ان لسه هحط لها الجمبري عليها. بعد كده اهو هنيجي بقى للجمبري نفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، هو بقى ايه اللي بيتحط، احاول ما احطش معاه صوص كتير، والصوص الزياده ده اقدمه جنبه للي عايز يطري العيش شويه، لو حد بيحب العيش طري، بس هو بيبقى كده احلى كتير مقرمش. مش عايزه اقول لكم بقى ريحتها ايه، فظيعه. شوية الصوص دي هنحطها في صوصيرة جنب جنبها تتقدم فيها، وبعدين اخر حاجة طبعا همسح اي صوص نزل كتير عندي هنا زيادة علشان يبقى شكلها حلو، وهرش عليها بقدونس، وبقدمها جميلة وسهلة ومبتاخدش وقت خالص، وانا متأكدة انها ان شاء الله هتعجبكم. ممكن الرز البسمتي على فكرة تحطوا له شوية كركم يبقى اصفر لو عايزين، ولو عايزينه ابيض اوكي،
يعني كده او كده، وحطي فتت الجمبري بالصوص الطماطم وبالزبادي، حلوه جدا جدا. لو جربتوها انا متاكده انها ان شاء الله هتعجبك.